العلاقات الأمريكية الروسية هذه الأيام خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، ولعل تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يجسد هذا الواقع، فتأكيده أن نافذة فتحت لتطبيع العلاقات بين البلدين لم يمنعه من إبداء خشيته من وجود نوايا لدى واشنطن للحد من مزايا موسكو في مجال الأسلحة. فماذا يطغى في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة؟ التوتر أو الترقب؟ معنا من موسكو الكاتب والباحث السياسي بسام البني. أهلا بك أستاذ بسام. ومن واشنطن المستشار السابق للرئيس أوباما روجر فيسك. أهلا بك سيد فيسك. أبدأ معك أستاذ بسام، كيف يمكن وصف هذه الإيجابية الحذرة ولم يمضي أكثر من أسبوع على الهجمات السيبرانية والتي اتهمت الصحف الأمريكية وأجهزة أمريكية داخلية موسكو بالضلوع فيها؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أخي الكريم، هذه الاتهامات لم تتلقى موسكو أي دلائل عليها، وكان الرد الروسي واضحا، تعالوا لنا لننشئ لجان متابعة ولجان تعاون مشترك وتنسيق مشترك من أجل مجابهة مثل هذه الهجمات. لكني لا أعلم حتى الآن هل بدأت هذه اللجان عملها بناء على توجيه الرئيسين أم لا، ولكن هذا الموضوع قد حل على ما أعتقد. أما موضوع العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فهي تعود إلى السابق، يعني حتى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم الاتفاق على خطط وآلية لإدارة هذا العالم من خلال مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، أضف إلى ذلك إلى رسم خرائط النفوذ التي يعني لا يتعدل أحدا على الآخر فيها، زائد موضوع الفيتو الذي تمتلكه الدول دائمة العضوية الخمس ومنها روسيا ورئيسة الاتحاد السوفيتي الشرقي. ما نلاحظه منذ ذاك الوقت وحتى اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية هي من تخرق هذه الاتفاقيات، وهي من تخرق هذه القوانين، وهي من يعني تحاول خلق حالة جديدة في العالم تكون هي فيه الآمر الناهي، وهي الشرطي الأوحد للعالم. روسيا هذا الأمر لا يناسبها، ولكنها منفتحة على الحوار، وأكبر دليل بعد لقاء بايدن بوتين صرحت روسيا وصرحت الولايات المتحدة الأمريكية أن اللقاء هذا كان بناء، ويجب يعني هناك تفاؤل حذر. لكن ما لاحظناه بعد ذلك هو التصعيد الأمريكي تجاه روسيا والعودة إلى خطاب الآمر الناهي وخطاب الفوقية الذي لا تقبله روسيا، ناهيك عن المناورات في البحر الأسود التي أجراها الناتو والتي تحاكي إنزال قوات عسكرية في شبه جزيرة القرم التي تعتبرها روسيا بناء على الاستفتاء الذي حدث في عام 2014 والذي يضمن لشعب شبه جزيرة القرم حق تقرير المصير، أيضا بما يتعلق بالمواثيق ميثاق الأمم المتحدة. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بهذا الأمر وتعتبر المياه الإقليمية غير روسية، ولذلك بريطانيا اخترقت هذه المياه، وكلنا نذكر كيف أطلقت القوات الروسية نيران. نعم. التحذيرية وهددت يعني حتى أن تفضل سيد فيست، تتأرجح هذه العلاقة كل النقاط الخلافية التي تحدث عنها سيد البني بين عودة السفيرين، الاتفاق على عدم الذهاب إلى يعني مواجهة نووية وفق ما نقلته الصحف الأمريكية والروسية إبان هذه القمة بين بايدن والرئيس أيضا الروسي فلاديمير بوتين. كيف يمكن رسم خطوط المواجهة في عين أو في نظر الإدارة الأمريكية بعد الإيجابية الروسية؟ أولا شكرا على استضافتي، يشرفني أن أكون على هذه القناة، وأود أن أرحب بضيف الآخر. في حال كانت هذه الأمور سهلة لحلها لما كان علينا أن نقلق بأمور مثل الدبلوماسية وغيرها. ربما سأعود إليك من جديد أستاذ بسام، لا يصلنا الصوت بشكل جيد من العاصمة الأمريكية واشنطن. عندما تتأرجح بين الحالين هذه العلاقة، هل ستذهب الإدارة الأمريكية ربما إلى تبريد المواقف؟
يعني أنا لست مختصا في الشؤون الأمريكية، ولكني أعرف أن الرئيس بوتين قد قال أنه حتى لو أغرقنا هذه السفينة التي كنت قد تحدثت عنها في نهاية مداخلتي الأولى لما نشأت حرب عالمية، لأنهم يعلمون أنهم لن يعني يستطيعوا الفوز في هذه الحرب. على كل الأحوال، بكل الأحوال روسيا لا تريد أن تحارب أحد ولا تريد أن تعادي أحد، تريد حوار بناء مبني على احترام مصالح الآخر وندية ويعني تطبيق مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أمريكا تنسحب من معظم المعاهدات الثنائية وتنسحب من اتفاقيات ثنائية وتنسحب من جمعيات عامة دولية ولا تلتزم بأي قانون. يعني أمريكا تتصرف وكأنها هي سيد العالم. نعم كانت سيد العالم في تسعينيات القرن الماضي، ولكن روسيا اليوم غير روسيا البارحة، واليوم ظهر لنا المارد الصيني الجديد الذي سبق الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا. اليوم نتحدث عن اتفاق استراتيجي بين جاكرتا وموسكو، نتحدث عن اتفاق عن تقرب روسي صيني من بعضهم البعض، رغم أنهم ليسوا يعني متفقين في سياساتهم، وهناك تخوف روسي من الصين لأن الصين كما نعلم على حدود روسيا ولديها فائض سكاني. ما تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا هو ما يقلقها بشكل كبير، موضوع الديموغرافية السكانية وحديث الإنجليز وغيرهم عن موضوع أن يعني روسيا لن تستطيع أن تستخدم مواردها الذاتية كاملة وعليها أن تقاسم العالم. هذا فيه تهديد مباشر للأمن القومي الروسي، ولذلك روسيا تتكلم بهذه اللهجة. يعني سمعنا نائب وزير الخارجية الروسية يكرر ما قاله الرئيس بوتين حول موضوع أن يعني نتمنى أن يكون قد سمع الغرب أننا ممكن أن نغرق أي سفينة ممكن أن تخترق. اسمح لي أستاذ بسام أن تضاعف الكثير من الأسئلة في كل هذه النقاط التي تثيرها. عاد إلينا السيد فيسك. سيد فيسك، تحدث السيد المبني عن النقاط الخلافية، خطوط المواجهة في الملفات التقليدية بين سباق التسلح، القرم، بيلاروسيا، ملفات منطقة الشرق الأوسط، ولكن هل فعلا النقطة الأخيرة هنالك مطامع أمريكية واضحة وجلية بالثروات الروسية بالمناطق القطبية الروسية؟ ويعني المواجهة الجديدة مع الصين ستفرض استراتيجية جديدة على جو بايدن وإدارته؟ نعم بالطبع هناك تحديات لكل إدارة أمريكية. شكرا جزيلا على استضافتي وعفوا على الخطأ التقني الذي حصل. بدأ عهد بايدن منذ أقل من 6 أشهر، ونحن محمسون لنعرف أن السيد بايدن قد التقى بنظيره الروسي السيد بوتين، وبعد أسبوعين من تبوئه منصبه لقد وقع على اتفاقية للتدريب. نعرف أن الدبلوماسية تأخذ وقتا وهي ليست ثنائية أو ثنائية الأقطاب وما من نقطة محددة، ولكن أقول في المجمل أننا علينا أن نسمع إلى الإشارات التي تم إرسالها من الدولتين. هذه الإشارات حذرة ولكنها مشجعة، وأنا أعتقد أن الرئيس بايدن قد استخدم الاستقرار الاستراتيجي، وبعد السنوات الأربعة المعكرة التي شاهدناها تحت عهد ترامب في الولايات المتحدة وبعد انتخابات عام 2016، أعتقد أن كلمة الاستقرار الاستراتيجي سيكون هدفا بإمكاننا تحقيقه للطرفين. يوجد الكثير من المجالات حيث يمكن للبلدين أن يتعاونا فيهما، ويجب أن لا ننسى ذلك. فليس لكل موقف أن يؤدي إلى عدائيا بين الدولتين أو أن يحد الدولتين بين بعضهما البعض مثل الاتفاقنا النووي، لكن لا يزال الكثير أمامنا. نحن نملك بعض المخاوف فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، وهناك أيضا قضية تتعلق بروسيا والتي ذكرها الضيف، ولكن نحن سنحاول حل ذلك، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. وفي المجمل يوجد الكثير من الإشارات من البلدين خلال الأسابيع والأسابيع الماضية التي كانت مشجعة جدا. أستاذ بسام، تتحدث مراكز أبحاث روسية عن فرصة اليوم أمام هذه الإدارة في توحيد الرؤية، تتحدث بأن روسيا والولايات المتحدة تملكان معا أكثر من 90% من الأسلحة النووية، تتحدث عن تغريدة الخارجية الصينية والاتهامات بأن على الولايات المتحدة أن تخفض من ترسانتها، وأن مراكز الأبحاث اليوم في روسيا
تقدم نقاط أو دوافع ستدفع واشنطن إلى مفاوضات وإلى علاقة يعني من الند إلى الند، ما حظوظ ذلك؟ يعني بكل تأكيد روسيا تطمح أيضا إلى علاقات طبيعية وتطمح إلى تطبيع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت روسيا على قائمة الأعداء في الديكلاراتسيا الأمريكية أو في الوثيقة الأمريكية الرئيسية، يعني الكونغرس صوت على أن روسيا عدوة، لذلك روسيا تتصرف بهذا الشكل وتحاول أن توصل يعني رسالتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تريد العداء، ولكن هناك احترام للمصالح واحترام للآخر، يعني هناك فرق كبير بين أن تقول في الدبلوماسية عليك أن تفعل كذا وإلا، أو أن تقول نتمنى منك أن تفعل هذا لأن هذا الأمر يؤدي بشكل أفضل إلى هذا الموضوع، يعني هناك فرق في اختيار الألفاظ وهناك فرق في الخطاب، هناك نبرة أمريكية حادة حتى بعد التطمينات التي جاءت بعد لقاء بايدن بوتين، عادت الولايات المتحدة الأمريكية لتتكلم بنبرة عالية وتقول على روسيا أن تفعل كذا وإلا سيكون، يعني هذا الموضوع مرفوض روسيا، هذه النقطة الأساسية في جوهر الخلاف، أما الباقي فتفاصيل. طبعا روسيا مع احتواء موضوع الأسلحة النووية وتخفيض عدد الرؤوس النووية ومع يعني تمديد المعاهدات الخاصة بالصواريخ البعيدة المدى التي تهدد الطرف كل طرف للآخر، ولكن يجب أن تكون اللهجة على الأقل لهجة الند للند وليست لهجة المعلم للشغيل أو لهجة المدير للموظف، يعني هذا الموضوع غير مقبول روسيا على الإطلاق. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعودت على أن روسيا تنفذ ما تريده أثناء فترة التسعينات، ولذلك لا يمكن لها اليوم أن تتقبل أن روسيا عادت من جديد وتريد أن يكون عالم متعدد الأقطاب بناء على خطاب الرئيس بوتين في عام 2008 في مؤتمر ميونخ للأمن في برلين. يعني هناك قراءة خاطئة على ما يبدو من الغرب للسياسة الروسية، روسيا ترى أن الغرب والناتو يتقدم إلى حدودها بينما هي تدافع عن نفسها، تدافع عن أمنها القومي، لا تريد الاعتداء على أحد، لا تريد أن تحارب أحد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على أن روسيا يجب أن تكون تابعة ويجب أن تكون دولة، يعني لها دور دولة كبيرة ولكن لها ليست دولة عظمى. روسيا اليوم دولة عظمى بكل المقاييس، نعم اقتصادها السادس على العالم، ولكن روسيا تملك من الموارد الطبيعية ما يكفيها لخمسمائة عام إلى الأمام، يعني هناك أكبر مخزون للمياه العذبة في روسيا، هناك معدن التيتانيوم، روسيا رغم اليوم رقم واحد في تصدير القمح، هناك تطور في الاقتصاد الروسي على مدى 20 سنة الماضية 5 أضعاف، يعني لا أحد يريد في الغرب أن يرى هذا الأمر، كل الذين يأتون إلى هنا إلى موسكو من كل أنحاء الدنيا يعني يقولون مستغربون ما كنا نتوقع أن هكذا روسيا، روسيا اليوم غير روسيا الماضي. هذا سبب الهجمة أو محاولة الشيطنة بوسائل الإعلام الأمريكية أو الغربية لروسيا وإظهارها على أنها دولة إقليمية أو دولة صغيرة. روسيا اليوم مع الحوار مع أي حل ومع تطبيع العلاقات، ولكن على الغرب وهكذا تعتقد روسيا احترامها ويعني اختيار الكلمات على أقل تقدير. سيد فيسك، عندما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أي تدخلات في الديمقراطية الأمريكية غامزا من قناة عمليات القرصنة الروسية، كيف يمكن أن تتجاوز واشنطن الهجمات الأسبوع الماضي، تسريبات أجهزة استخباراتية أمريكية لعدد من وسائل الإعلام والصحف، وهل هذا سيفرض خط مواجهة مفتوح في حال تم التأكد من القراصنة روس أو يستخدمون الأراضي الروسية أو حتى أجهزة أمنية روسية؟ هل تسمعوني سيد فيسك؟ لا أعرف ما ستكون تبعات هذه الهجمات، فعادة ما يكون هناك بعض الهجمات، بالإضافة إلى مثلا ماذا حصل في المفاعل الإيراني الذي توقف عن العمل بسبب إحدى البرمجيات الخبيثة، لم يتوقف أحد ليقول أننا كنا وراء هذا الهجوم، بالتالي بإمكاننا التشاور مطولا بشأن الدبلوماسية، ولكن يبدو أن هناك بعض النقاط التي كان يتفق معي معها الضيف
من روسيا، ولكن هناك أيضا نقاط الخلاف. وأنا أرحب بآرائه بشأن أهمية الدبلوماسية ومحاولة إيجاد بعض حل للمسائل العالقة بيننا، ولا سيما مع انتخاب إدارة جديدة في الولايات المتحدة. ولكن في نهاية المطاف العديد من هذه القضايا يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام، ولن يتم البت فيها بطريقة بإمكاننا أن نكون منفتحين بشأنها. أنا لا أعمل لإدارة بايدن ولا أمثل هذه الإدارة، بالتالي أنا لا أملك أي امتيازات بشأن ما هي بعض المعلومات السرية التي حصلوا عليها بشأن هذه الهجمات. ولكن يبدو أن هناك نمط لهذه الهجمات الأمنية السبرانية، ويبدو أنه من غير الصعب الوصول إلى من هو وراء هذا الهجمات، لا سيما مع تحسين القدرات السبرانية لمحاولة تتبع أصول هذه الهجمات والتهديدات. ولكن أنا لا أعتقد أن تداعيات ذلك أو الاستجابة لهذه الهجمات سيكون أمرا سنراه في وسائل الإعلام يوما بعد يوم، ولكن في الوقت عينه أتمنى أن مسار الحوار بين الدولتين سيكون إيجابيا وسيبقى مركزا على السيطرة والحد من الأسلحة وعلى المجالات التي بإمكاننا التعاون بها، وهناك الكثير من المجالات فعل ذلك. تراكم كل هذه الملفات أستاذ بسام كانت تتطلب هذا الاجتماع على أعلى المستويات بين الرئيسين، تضييع الفرصة وعدم ترجمة النقاط الخلافية وحديث الإدارة الأمريكية عن الخطوط الحمر ولاحقا لتأتي هذه الهجمات السيبرانية، عدم الاستفادة من هذه الفرصة سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى خطوط المواجهة مع الإدارة الأمريكية السابقة بالنسبة لبوتين؟ يعني لا أعتقد أن الأمور ستعود إلى الوراء، نحن نذهب إلى الأمام. يعني هناك نوايا حقيقية كما ذكرنا وذكر الضيف من واشنطن وأشكره السيد فيسك على يعني خطابه الدبلوماسي المنمق الذي ترغبه روسيا. يعني روسيا تريد أن تتكلم مع الغرب بهذه الطريقة التي تكلم فيها الضيف فيسك من واشنطن. لكن دعني أعقب على موضوع الهجمات السبرانية. يعني الفرق الجوهري في التوصيف، روسيا لا تنكر أن هناك هجمات سبرانية ولا تنكر أن هذا الخطر، هو حتى أن روسيا تذهب للقول أن هذا الخطر هو خطر إرهابي لأنه يهدد الأمن القومي العالمي بشكل عام، يهدد أي دولة. لكن الفرق أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتهم روسيا أو الدولة الروسية أنها وراء هذه الهجمات. يعني الاتهامات الأمريكية لروسيا بأن الدولة هي والكريملين هو وراء هذه الهجمات هو ما ترفضه روسيا وترفض الحديث عنه. ولذلك كان الطرح الروسي تعالوا لننشئ فريق عمل مشترك بين الدول ليتم التنسيق، وهناك تجارب سابقة في الإرهاب العادي. هناك فريقين عملان بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كانا قد يعني بفعل جهودهما قد يعني أفشلا عمليات إرهابية كانت ممكن أن تنفذ في سان بطرسبرغ في روسيا وحتى في أمريكا، يعني في مدينة ما لا أذكر ما هي، بالنتيجة تبادل المعلومات. هذا ما تطلبه روسيا، تقول لهم تعالوا في مجال الهجمات السبرانية التي يقوم بها إرهابيو العالم الجدد أن يكون تعاون مشترك من أجل حتى وإن كان هناك مصدرها من الأراضي الروسية لكي نساعد بعض في المعلومات لنصل إلى هؤلاء الخبساء الذين يعبثون بأمن العالم. لأن الهجمات السبرانية كما تعلم ممكن أن تعطل محطة نووية، ممكن أن تخرج سكك الحديد عن الخدمة، ممكن أن تخرج الطائرات عن الخدمة، وهذا الأمر قد يسبب كارثة أو الماء أو التدفئة أو إلى آخره. يعني اليوم العالم عالم رقمي يعمل على الأتمتة الأتمتة الرقمية. روسيا نعم مع التعاون ومع، ولكن يعني لا تجد من الولايات المتحدة الأمريكية تعاون. نعم اليوم إدارة بايدن هي إدارة كلاسيكية سياسية إن صح التعبير، وهي لديها الأرضية القوية من أجل التعاون الدبلوماسي، وقد عاد السفراء إلى الدولتين وهذا أمر مرحب به، وهذه أشارة وبادرة إلى أن الطرفين لديهما رغبة في تطبيع العلاقات. لكن يعني أستطيع استخدام المثل المصري القائل أسمع كلامك أنبسط أشوف أفعالك أستغرب. يعني الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الجديدة تتكلم بطريقة منمقة، ولكن في نهاية الأمر نجد مناورات على الحدود الروسية، نجد عدم اعتراف واضح بالمياه الإقليمية الروسية التي تعتبرها روسيا مكانها، نسف لخرائط النفوذ التي تم رسمها بعد إنهاء الحرب العالمية الثانية، الانسحاب من الاتفاق
فوقيات من طرف واحد إلى آخر هذه التصرفات والتكلم بفوقية. إذا ما غيرت الولايات المتحدة الأمريكية سياستها ونبرتها فروسيا مستعدة للتعاون ولديها ما تقوله ولديها ما تقدمه. على سبيل المثال التعاون في موضوع الأمن السبراني الذي يهدد العالم هذا اليوم. أما إذا لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية فماذا بقي لروسيا أن تتقدمه؟ يعني لم يبقى لها مكانا تتراجع إليه، وصلت الأمور إلى حدودها ووصلت الأمور إلى أمنها القومي المباشر. يعني سيد فيسك، كل هذه النقاط التي تحدث عنها أستاذ بسام تقابلها ضم موسكو جزيرة القرم في عام 2014، الاتهامات أيضا الأمريكية لروسيا بالتدخل في انتخابات عام 2016، تذليل أو ربما النوايا التي لم تظهر في هذه القمة، تترجم على هذه النقاط أيضا الخلاف بشأن المعارض الروسي نافالني وحقوق الإنسان في روسيا، كيف سيتجاوزها الرئيس جو بايدن للذهاب أو تلبية لهذه الدعوة الأمريكية التي جاءت اليوم الروسية عفوا؟ إن إدارة بايدن ليست في بداية الانطلاق وبداية الطريق مع روسيا، لأننا نعرف أن خلال السنوات الأربع الماضية كان هناك غياب نوعا ما للسياسة الخارجية الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا. علينا ألا ننسى أن هناك بعض الأمور التي لا تريد الدولتان أن تقوما بهما مع بعضهما البعض، مثلا هناك اتفاقات بشأن الفضاء الجوي المفتوح، ولكن نعرف أن هناك أيضا مسائل حيث بإمكاننا التفاوض عليها، وهي الاتفاقات بشأن الأسلحة طويلة الأمد، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني. فهناك فرص تعاون بين الدولتين. أنا أعتقد أنه العمل في الدبلوماسية على الجميع أن يكون متفائلين. ليس بإمكاننا الخوض بعلاقات عبر القول إننا لم نكن من حل بعض القضايا التي تتعلق بالصين أو التي تتعلق بكوريا الشمالية ودول أخرى. علينا أن نخوض هذه الأمور آملين بأن يكون هناك طريق أيضا لتخطي الخلافات الجيوسياسية والجغرافية، وذلك للسماح بالدول بإيجاد لغة مشتركة والتعاون مع بعضها البعض، وحتى لو كانت هذه الآلية بطيئة، ولكن علينا المضي قدما مع بعضنا البعض. الجواب القصير للسؤال هو أعتقد أن هناك طريق لمحاولة العمل على إعادة هذه العلاقات لأن تكون مستقرة أفضل وأن يكون علاقات أفضل. وأعتقد أن الضيف من روسيا قد يتشارك هذا التفاؤل وأرحب بذلك، ولكن أنا أعتقد أن هناك طرق أفضل لتحسين هذه العلاقات بين الدولتين. كل هذه الخلافات أو التفاؤل البطيء أستاذ بسام، وما تحدث عنه سيد فيسك بأنه آلية بطيئة أو تغيب حتى في بعض الأحيان، تبدل الموقف مع الإدارة الأمريكية الجديدة، يأتي الموقف الروسي الأخير وهذه الدعوة والحديث بعد القمة المشتركة عن الإيجابية والنقاط، كيف ستستفيد موسكو وربما لهذه المرة قبل رفع منسوب الخطاب وقد يذهب إليه بوتين في أي لحظة؟ يعني إذا ما تم اختراق المياه الإقليمية لروسيا أو الأجواء الروسية فهناك تصعيد سيحدث مباشرة من روسيا، وقد أعلنت روسيا أنها المرة القادمة إذا ما تم مثل هذا الاختراق ستضرب على يعني على الهدف مباشرة وليس تحذيريا. هذا الموضوع الخطر الذي يمكن أن يكون. أيضا هناك تصعيد في أوكرانيا، هذا بالنسبة لروسيا خط أحمر، يعني بوتين رسم الخطوط الحمر لروسيا وإذا ما تجاوزها الغرب فروسيا سترد. هذا ما قد يؤدي إلى التصعيد، قد يؤدي إلى حرب إقليمية بالوكالة لجس النبض إلى أي مدى جاهز الطرف الآخر للذهاب نحو الحرب. أما الأمور الإيجابية التي النقاط الإيجابية أن هناك تفهم على ما يبدو أمريكي، لأن جو بايدن هو رجل منظومة سياسية قديم قضى عمره في السياسة ويعرف مدى يعني ما معنى الحرب. أما للأسف الجيل الشباب من النخبة الحاكمة
الحكومه في الغرب لا يعرف معنى الحرب، هو عاش يعني في فتره البلاي ستيشن والالعاب الالكترونيه التي يعني لم يعرف معنى الحرب الحقيقيه وطعم الحرب والام الحروب. لذلك نحن نامل ان اداره بايدن كونه سياسي متمكن وسياسي قديم يعرف ان هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها، ويجب تطبيع العلاقات على اقل تقدير من اجل بناء جسور للثقة والكشف عن خبايا الأمور من أجل أن يكون الطرف الآخر مطمئن. يعني عندما يكون زمن وصول الصاروخ من أوكرانيا إلى الكريملين 7 دقائق، لا يكون لدى روسيا أي وقت حتى تفكر في الرد، فلذلك ممكن أن تكون هناك منظومة للرد الأوتوماتيكي، وهذا الأمر قد يكون فيه خطأ ما قد يشعل هذا العالم. روسيا لا تريد هذا العالم لهذا العالم أن يشتعل، وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد. لذلك سيكون هناك باعتقادي الشخصي حسب توجيهات الرئيسين الأمريكي والروسي لجان متابعة وعمل مشترك من أجل بحث مثل هذه القضايا، وضع النقاط على الحروف، والوصول إلى صيغة وآلية معينة لمنع أي خلل قد يحدث أو أي مشكلة قد تأتي يعني بخراب هذا العالم بالصدفة أو نتيجة خطأ بشري أو تقني أو إلى آخره. سيد فيسك، خطوط المواجهة في حال لم تذهب دولتان إلى هذه المفاوضات أو السيناريوهات المتصلة بالاتفاقات، قد تتحول دول الشرق الأوسط، دول النزاع، وأيضا عدد من الدول الإفريقية إلى ميدان مواجهة، وقد يكون السيناريو الأكثر تعقيدا في حال ذهبت موسكو إلى تحالف علني ومتين مع الصين، وأيضا هنالك مصالح في صناعة الطاقة. ماذا يعني بالنسبة لواشنطن هذا التحالف أو المواجهة في مناطق النزاعات؟ أعتقد أن ما سنشهده هو مسارين مختلفين. الأول سيكون مركز على حوار صريح بين رئيسين بوتين وبايدن بشأن هذه المسائل، ثم هناك أيضا ربما القضايا العالقة بشأن سوريا وتركيا، ولكن في هذه الحالات مثلا الاتفاق النووي الإيراني، سوريا، تركيا وغيرها من القضايا ومن الملفات، فأنا أقترح على أننا ربما سنرى تغييرا في الديناميكية الموجودة بين البلدين مع تغير السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة. وأنا أعتقد أن على الدولتين اغتنام هذه الفرصة لكي تكونا شفافتين مع بعضهما البعض، ولكي تحاولان العمل على ما يبدو هو الهدف المشترك، وهو تحسين العلاقات. يملك الرئيسان الآن فرصة لفتح الحوار بينهما كفردين، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حوار شامل، وبعد ذلك سيتم التركيز على جميع الملفات التي ذكرتها في مداخلتي، وبعد ذلك سيتغير الخطاب والمسار في كل من هذه القضايا مع تحسن أو تغير وتحسين العلاقات أو السياسات الخارجية الأمريكية. كما نعلم بدأت الإدارة الأمريكية عملها منذ أقل من 6 أشهر، ونعرف أن تغيير الأولويات قد يتغير بين سنة وسنة ونصف في الولايات المتحدة. إذن من الآن حتى نهاية الآن أعتقد أن هناك نافذة حيث تتمكن الدولتان من إرسال إشارات حول فرص التعاون، وبعدها سنرى كيف ستجري الأمور فيما يتعلق بسوريا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى التركيز على الديناميكية الشخصية بين الرئيسين بوتين وبايدن. ولكن أنا أعتقد أن الفكرة الأساسية من الاستقرار الاستراتيجي والإيجابية والتفاؤل الحذر هو فرصة لنجاح مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وهذا سيؤدي إلى تحسين العلاقات للدولتين. تحسين هذه العلاقات أستاذ بسام هو أيضا يقلق في خطوط المواجهة الصين، وتابعنا التغريدة الخارجية الصينية التي ذكرتها منذ قليل، ومرتبطة أيضا بمفاوضات فيينا والدور الروسي. يعني بكل تأكيد روسيا تدعم إيران في ملفها النووي، وتعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الاتفاق الثنائي مع إيران دون حق،
ولذلك تدعم موقف إيران بأن على الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي، لأن يعني هذه سابقة كما ذكرت في مداخلتي الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من الاتفاقيات، يعني لماذا تتفق إذا كانت ستأتي إدارة بعدها وتخرج؟ يعني هذا الموضوع مرفوض. إدارة الرئيس أوباما اتفقت مع إيران على الاتفاق النووي ورفع العقوبات إلى آخره، وإيران التزمت. أنا لست هنا بصدد دفاع عن إيران، ولكني أتحدث عن السياسة الدولية كيف تبنى. جاءت إدارة ترامب وانسحبت بلا إذن ولا دستور من هذه الاتفاقية ووضعت العقوبات من جديد. اليوم بايدن يريد أن يعود إلى إدارة بايدن تريد العودة إلى هذه الاتفاقية ولكن بشروط. لماذا وضع الشروط إذا كان هناك اتفاقية أصلا موقعة؟ يعني روسيا تدعم طبعا وهي والرباعية الاتفاق الإيراني الأمريكي. أما بموضوع الصين حالة، يعني روسيا لديها حالة سياسية لا تصادق أحد على حساب أحد، يعني لا تريد أن تعادي أحد لمصلحة أحد. روسيا تتبع سياسة مستقلة، تتعامل مع الدول على أساس المصلحة الخاصة وليس لها علاقة بالتحالفات الأخرى. الكاتب والباحث السياسي بسام البني كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في العاصمة الروسية موسكو، ومن واشنطن المستشار السابق للرئيس أوباما روجر فيسك، شكرا جزيلا لكم.